السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر منتج. حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا، وهقول فيها تجربتي الكاملة عن ازاي ممكن تحصل على منتجات مجانية من شركات او من مواقع الانترنت اللي بتبيع منتجات زي موقع جير بيست، بانجود، اي موقع. لانك طبعا ما تروحش للمواقع المصرية، لان المواقع المصرية ما بتديش لحد حاجة. كلامنا النهاردة وتحديدا على شركة جير بيست. قبل ما ابدأ في اي حاجة، انا بشكر قناة مستر ابو علي عشان هو ما احتكرش الطريقة اللي هو حصل بيها على منتجات مجانية، وانا استخدمت الطريقه دي وفعلا نجحت معايا وطريقه كويسه جدا. فانا بشكره جدا على انه ما احتكرش الحاجات دي، لان الحاجات دي فعلا من الحاجات اللي الناس كتير قوي بيحتكروها. فهسيب لك رابط قناته اسفل الفيديو لو حبيت انك تشوفها. بدايه الموضوع هو اني شفت فيديو لقناه مستر ابو علي، كان اول فيديو اشوفه للقناه دي، وببص كده لقيت مكتوب ان ازاي ممكن تحصل على منتجات مجانيه وحاجات زي كده، وتجربته في الحصول على منتجات مجانيه. فانا دخلت اشوف الفيديو، لقيته بيتكلم عن شخص في جيربست هو المسؤول عن الاعلانات او عن الحاجات دي. فالشخص ده انت بتكلمه بشكل مباشر على ايميله الشخصي بتاع الموقع، تمام؟ ما بتكلمش جيربست نفسه ولا بتكلم الكلام ده، لان انت لما بتكلم جيربست نفسه او اي موقع من المواقع، لما تكلم السيرفيس بتاعهم، الخدمات والحاجات بتاعتهم، الناس دي بتوع الناس اللي اشترت منتجات وعايزه ترجع المنتج، عايزه في مشاكل في المنتج مثلا او في حاجه غلط. اما انك عايز تعلن عن حاجة او عايز تاخد منتجات يعني وتعمل عنها مراجعات وكده، فمكانك مش هنا خالص. مكانك مع الشخص المسؤول عن الاعلانات عن المنتجات او عن السبونسر بتاع المنتجات. الشخص ده هسيب لك الايميل بتاعه اسفل الفيديو، وهسيب لك رسالة زي الرسالة اللي انت ممكن تبعتها له اسفل بالفيديو، هتلاقوا الاتنين كده في ملف التكست. والموضوع بسيط جدا، انت كل اللي بتعمله تاخد الرسالة وهتغير فيها بعض الحاجات بس بتوعك. يعني هتتكلم مثلا على لو انت عندك قناة يوتيوب هتكتب رسالة معينة، عندك موقع ويب سايت هتكتب رسالة معينة لموقع، لو عندك في صفحة فيسبوك حتى تكتب برضو رسالة معينة عن صفحة فيسبوك او تويتر او اي حاجة عندك. فأي حاجة عندك مشهورة ممكن تكسب منها فلوس وممكن تقدر تحصل على منتجات مجانية من خلالها. طيب ايه تجربتي؟ انا دخلت كلمتهم زي ما مستر ابو علي قال، وخدت رسالته ودخلت اتكلمت معاهم، و الغريبة ان رد عليا بعدها ب 10 ساعات تقريبا، 10 ساعات. الشخص ده رد عليا وقال لي انا شفت قناتك كويسة جدا في المشاهدات، ولكنها ما زالت صغيرة جدا في المشتركين. كان عندي ساعتها 7000 مشترك. فاتكلمنا وبتاع، فانا قلت ده اكيد بقى واحد زي بتوع جير بيست اللي هو هيرد عليا مرة وبعد كده مش هيرد تاني، او هيقول الكلمتين دول ويقفل وبتاع. فلا، لما كلمته ورديت عليه قلت له طيب ممكن تختبرني او اي حاجه اقدر اقدمها عشان تقدر ترسل لي منتجات وكده، فلقيته بيرد عليا على طول وقال لي ايوه في تحدي. ولو تفتكروا الناس اللي متابعه في البث المباشر قلت لهم على موضوع التحدي ده، ولسه لحد دلوقتي ما عملتوش وبفكر ما اعملوش، ولكن يعني في تحدي تاني هقوله لكم في اخر الفيديو. المهم انه قال لي في تحدي انك تتكلم عن المنتجات بتاعتنا وعن البلاك فرايداي، تمام؟ هتتكلم عن بلاك فرايداي بالنسبه لموقع جير بيست على الشانل بتاعتك، وتقول المميزات وتقول بقى الحاجات بتاعتنا، يعني زيد بقى. المهم فانا قلت له ماشي هقدر اعمل كده، ولكن المقابل قال لي لو نجحت في التحدي ده وجاب نتائج كويسه هرسل لك منتجات، هنبدا نعمل كوبريت مع بعض، نتعاون مع بعض. فانا وافقت مع الراجل، يعني اتكلمنا وافقت. بعد كده عملت بث مباشر على اليوتيوب وقلت للناس هل اكمل في الموضوع ده واوافق وابدا اعمل الفيديو ده ولا لا، وهيبقى في دعم ولا لا. ناس كتير قالت ماشي، وناس كتير قالت اوكي وموافقين. بعد كده فكرت مع نفسي، لقيت الموضوع لا، ده مش ستايلي، انا ما مش انا اللي بعمل كده، مش انا اللي اخش ازيط لموقع او اقعد اقول كلام حتى لو كلام كذب في موقع وهو مش حقيقه وكده. فما رضيتش اعمل الموضوع ده بصراحه. لكن لما كلمته قلت له ما فيش تحدي تاني، يعني حاجه اقدر اعملها تانيه، فما يلي في بعت لي يوتيوب فيديو على يوتيوب لتليفون ان شاء الله بعمل له مراجعه قريب. المهم انه بعت لي الفيديو ده وبعت لي لينك، قال لي اللينك ده خاص بيك والتليفون ده انا عايزك تعمل له مراجعه عندك واستخدم الفيديو ده لو احتجت يعني صور للتليفون وكده. فجايب لي فيديو في مواصفات التليفون وصور للتليفون وحاجات كده اقدر استخدمها خاصه بموقع جير بيست. فانا وافقت، وان شاء الله هتلاقي الفيديو ده قريب جدا على القناه. المهم ان هي دي التجربه الكامله. في كلام كتير في الوسط انا لسه ما قلتوش، ولكن يعني مش هيهمكم في حاجه. قعدنا نتكلم في كذا حاجه يعني، ولكن الراجل كان بيرد على طول والراجل كان بيتكلم على طول، ف
الموضوع حقيقي، الموضوع مش كذب، الموضوع مش موقع هيتكلموا ومش هيرد عليك او هيحصل حاجه زي كده، لا بيرد وبيتكلم وبيقول لك المشاكل اللي عندك في القناه، عشان كده مش هيرضى او عشان كده جير بيست نفسه مش هيوافق. هو راجل مسؤول عن الاعلانات ولكن بياخد براي ناس تانية عشان يقدر يوافق على حاجه ولا لا. فقال انت اقل من 10000 مشترك فما بنعتبرش القنوات، حتى لو عندك مشاهدات كويسه لكن انت اقل من 10000 مشترك ما بنعتبرش القنوات دي قنوات كويسه ان احنا نقدر نرسل لها منتجات. فقال لي على الاقل لازم يكون عندك 10000 مشترك عشان تقدر تشتغل معانا ونعمل تعاون مع بعض. فانا مستني لما اوصل 10000، ولكن قال لي طبعا موضوع التحدي ده، قال لي لو نجحت فيه وجبت مشاهدات كويسه وحصل تفاعل على الفيديو بتاعك وناس اشترت المنتجات فعلى طول هنعمل تعاون مع بعض. هي دي التجربه الكامله للموضوع وما حصلش حاجه تانية اكتر من كده يعني. ولكن المقصود من اللي انا بقوله النهارده ان سهل يا جدعان، الموضوع مش صعب. حتى لو قناتك صغيرة هو هيشوف القناة مرة واثنين وثلاثة وهيتابع الفيديوهات بتاعتك وهيشوف هل قناتك تستاهل ولا ما تستاهلش. قناتك لو خاصة أصلا بالمراجعات وكده ده هيساعدك بشكل كبير جدا إن أنت تحصل على منتجات مجانية من موقع جير بيست عن طريق الطريقة اللي أنا قلت عليها النهاردة. مرة تانية بشكر قناة مستر أبو علي بسبب إنه ما احتكرش الموضوع ده، لأن الحاجات دي من الحاجات السهلة قوي اللي الناس بتحتكرها. فأنا بشكر جدا القناة دي على الموضوع ده وإن هي أتاحت لي الفرصة إن أنا أقدر أتكلم النهاردة وإن أنا أقدر أحصل على منتجات مجانية بشكل إن شاء الله في المستقبل هنبدأ نعمل الموضوع ده. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وما تنسيش تعمل سبسكرايب للقناة من الزر الأحمر أسفل الفيديو. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، أشوفك إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. اقسم بالله انا مش شايف حاجة دلوقتي بسبب ان انا خلاص انا جبت اخري، انا هنام. سلام. الناس كلها نايمة وانا قاعد عمال بصور. طيب اعمل لايك بقى، اعمل لايك لايك ها لايك.